ومن الدمام معنا عبر الهاتف مستشار المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية في الأمم المتحدة السيد فرات البسام للحديث حول هذا الموضوع بعد التحية. الحرس الثوري الإيراني توعد بإغلاق مضيق هرمز لكسر الحصار الأمريكي، ألا يعني ذلك تهديد لممر مائي دولي وتهديد دول الخليج تحديدا، وهل القانون الدولي يجيز ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولتلفزيون البحرين، شكرا على هذا اللقاء. في الحقيقة بداية نود أن نوضح بأنه مضيق هرمز يقع ما بين مياه الخليج وبين خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وأعتقد أنه هذا من أهم الممرات البحرية الاقتصادية، حيث يسيطر هذا الممر المضيق على أكثر من 30 إلى 35% من اقتصاد العالم وخاصة الاقتصاد النفطي. نعم. وهذه الممرات تعتبر حسب قرارات الأمم المتحدة هي ممرات دولية، لا تختص بدولة أو بجهة معينة، والبحار في هذه المناطق حسب النظم البحرية للأمم المتحدة وخاصة في المادة 114 أن هناك نظم وتنظيم للشؤون البحرية والمعابر والممرات البحرية. وهذه أنا أعتقد المعابر المائية والمضيقات هي ضمن اختصاص ومواثيق الأمم المتحدة، ولا تستطيع سيطرة أي دولة أن تكون عليها. وهناك تأكيد من بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يعني صرح قبل ساعات من الآن أنه إيران لا يمكن أن تسيطر على هذا المضيق هرمز، وأيضا هي في تنسيق عالي مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي والناتو على انه اي انتهاك لقرارات الامم المتحده في هذا الامر قد يعرض ايران الى عقوبات شديده، وقد يعني تقع ايران تحت قرارات الامم المتحده في البند السابع وخاصه في الماده 41 و42، بالاضافه الى طبعا الحصار او العقوبات التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول على ايران بسبب امتلاكها للاسلحه البالستيه ومحاوله امتلاكها للسلاح النووي. نعم. وأنا أعتقد نعم. تفضل. نعم. سيد بسام، يعني البعض يقول بأن إيران دائما ما تلجأ إلى التهديدات الفارغة، كلما شعرت بالضغط سواء في الداخل أو في الخارج، ما قراءتك لهذا الموقف؟ أنا أعتقد هناك تجارب مريرة لإيران، يعني أولها الحرب الثمان سنوات التي تجرعت السن في تلك المعارك سنة 80 مع العراق، وانا اعتقد انه تصريحات ايران منذ ذلك الوقت هي تهدد منطقه الخليج العربي وتهدد المحيط العربي بصوره عامه، وانا اعتقد انه كانت هناك دلائل تشير ان ايران تستخدم ميليشيات ولا تستخدم نظام دوله، ولذلك هناك في فراغ كبير بين الدوله والسلطه في 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 ايران، والسلطه في ايران هي التي تسيطر على الدوله الايرانيه وتسيطر بميليشياتها، تحاول ان تسيطر او تفرض نفوذها في عده مناطق مثل حزب الله وميليشيات اخرى موجوده منتشره في المنطقه العربيه الان مثل جنوب اليمن الحوثيين وغيرها. في الحقيقه دول الخليج تعمل على 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 نظام معين او نظريه معينه انها دائما تعمل بما يرضي الله ضد من لا يرضي الله. نعم. وانا اعتقد هذا المصطلح اصبح واضح بالنسبه لدول الخليج العربي، هي دول انا لا اعتقد بادرت في يوم من الأيام باستبداد دولة أخرى إن كانت إيران أو غيرها، وكانت دائما دول الخليج تشير وخاصة المملكة العربية السعودية، بخاصة المملكة العربية السعودية دائما توجه خطابات يعني سياسية ودبلوماسية عالية المستوى على أنه هي تريد علاقات طيبة من جارة، يجب أن تكون أو تتبادل الخليج العربي بخاصة المملكة العربية السعودية أن تبادلها نفس وجهة النظر، هو تعامل دولة إلى دولة واحترام دول الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. وانا اعتقد خاصه التصريحات الاستفزازيه من قائد القوات البحريه في الحرس الثوري الذي اشرت لها في التقرير، انا اعتقد هو اشار لاكثر من مره انه يسيطرون على مضيق هرمز، وقبل قليل ايضا كان هناك تصريح لابراهيم المهنا هو مستشار الطاقه السعوديه يذكر انه لا يمكن لايران ان تغلق مضيق هرمز، وبالاضافه الى انه ايران لم تمنع لحد الان من مصادراتها النفطيه حفاظا من الدول على بعض قرارات الأمم المتحدة والأنظمة العالمية، ولكن نعم. أنا أعتقد أنه يجب إيران أن ترجع إلى صوابها، ولا يمكن لها لا هي ولا غيرها أن تسيطر على أي مضيق إن كان باب المندب أو إن كان هرمز، لأن هناك اتفاقيات دولية، وكما ذكرت أنه هناك سوف تكون تحت عقوبات، وإيران تفهم وتفقه هذا، ولكنه هذا أنا أعتقد الاستهلاك الإعلامي
الذي يثير بعض الشبهات في تصريحات إيران. نعم، مستشار المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية في الأمم المتحدة السيد فرات البسام، شكرا جزيلا لك.